استكمالا للسؤال تبعنا اللي كان خاص باحتساب أو إعداد قائمة التدفقات النقدية، كان مطلوب منا نحسب 3 مؤشرات ماليا. المؤشر الأولاني اسمه Current Cash Debt Coverage Ratio، اللي هي نسبة تغطية الالتزامات قصيرة الأجل. طبعا بداية عشان أحسب المؤشر هذا لازم أجيب حاجة اسمها Total أو Average Total Current Liabilities، وبعدين أجيب الـ Net Cash Provided from Operating Activities وأقسم الـ Cash Provided على الـ Average Current Liabilities بيعطيني الـ Ratio هذا. فبداية تعال نجيب اللي هي الـ Current Liabilities. طبعا في الميزانية عندي حسابين Current إذا بتتذكروا، هذا الحساب والحساب اللي بعده. طبعا Accounts Payable هو أحد الحسابات اللي بتمثل Current Liability، وهذا الحساب الثاني اللي هو Income Tax Payable. طبعا هدول بنجيبهم من ميزانية زي ما قلت، أعطانا إياهم في الميزانية. هاي عنا الحساب الأول، طبعا ممكن نعمل كده ونعمل كده ونقول لصق عشان ما نضيعش التنسيقات، بدي المعادلة بس، وبعد كده يجيب لي التنين هذولا ويحط اللي مجموعهم هان. برضه أنا عايز المعادلة مش عايز أخرب التنسيقات. بعد كده ممكن أجمع هذه Total Current Liabilities لعام 2017 وزيها لعام 2016. طبعا المتوسط بيساوي بناخد الأول زائد الثاني وبنقسم على 2، وهذا Simple Average، هذا المتوسط البسيط على 2. هذا عبارة عن متوسط Current Liabilities. طبعا زي ما قلت الـ Current Cash Debt Coverage هو مؤشر للقياس بيسموها الـ Liquidity بتاعت الشركة، اللي هي قدرتها على الوفاء أو قدرتها على سداد التزاماتها قصيرة الأجل. فبنجيب الـ Net Cash Provided by Operating Activities، ناخد العنوان بس، ناخد العنوان هذا، ونجيب القيمة تبعته من الـ Cash Flows Statement. وطبعا تو حسبنا الافرج، احنا هي الافرج هنا، بنجيب الافرج هنا تو حسبناه، وضل علينا نحسب الريشو لو حاصل قسمة هذا على هذا، وهذا بيكون عبارة عن الريشو تبعنا. طبعا الريشو لحاله ملوش معنى، لكن مقارنته بسنة سابقة هل هو زاد او نقص. طبعا كل ما زاد هذا المؤشر كل ما كان يعني قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بيكون أكبر. تعال نشوف المؤشر الثاني. المؤشر الثاني Cash Debt Coverage Ratio. الفرق بين هذا إنه هنا بنتكلم Current، فبتكلم على Current Liabilities، فبتكلم على Cash Debt Coverage Ratio، هذه نسبة تغطية كل الديون سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. فكأنه مطلوب منا نجيب القصيرة اللي هي هذه واللي بعدها طبعا، ونجيب إذا كان في عنا long term liabilities. طبعا في عنا long term وخدتوا بالك، وهي عبارة عن bonds payable. فالbonds payable أعطاني إياها هنا، هيها هذه عبارة عن long term، يبقى صار عندي هدول short term أو current liabilities وهذول long term liabilities. طبعا إحنا تو جبنا هدول من الميزانية، وطبعا زيهم بنجيب هذا من الميزانية، طبعا هدول إحنا تو جبناهم من الميزانية. وبعد كده بننسخ كده وبنجيب القيم للباقي طبعا عشان ما ضيعش التنسيق، بدي المعادلات بس. اجمالي الالتزامات لو اخدتوا بالكم، طبعا الالتزامات هنا كلها سواء كانت قصيرة الاجل او طويلة الاجل، نفس الكلام هنا. ضل علينا نطلع المتوسط، طبعا المتوسط البسيط هذا زائد هذا على 2. بضل علينا نحسب المؤشر تبعنا اللي هي نسبة تغطية كل الديون سواء كانت قصيرة أو طويلة اللي قلنا عنها. بنجيب الـ Net Cash Provided by Operating Activities من قائمة الـ Statement of Cash Flows هذه، وبنقسمها، ناخد الـ Title أول، ناخد الـ Title اللي هو هذا، بعدين نجيب القيمة هنا، نجيب القيمة هنا، وبعدين نجيب الـ Average تو حسبناه للـ Total Liabilities سواء كانت قصيرة أو طويلة، هاي جبناها. نضل علينا نحسب المؤشر حاصل قسمة هذا على هذا. طبعا لو أخدت بالكم شيء طبيعي هذا يقل عن المؤشر اللي هنا، لأنه هنا كان بس قدرة الكاش فلوز
المتولدة من أنشطة تشغيلية على سداد الالتزامات قاسية الأجل، لكن هنا على سداد كل الالتزامات. مش طبيعي، انخفض من 1.49 إلى 75. آخر مؤشر مطلوب بنا نحسبه هو عبارة عن النقدية الحرة أو الفري كاش فلو. طبعا بداية بنجيب النت كاش provided by operating activities اللي هي برضو القسم الأول من الكاش فلو ستيتمنت اللي هو هذا. وبعد كده هذا بنقسم منه حاجتين، الحاجة الأولانية اسمها capital expenditures اللي هي مشتريات الأصول الرأسمالية. طبعا في السؤال ما حكى لي في شراء، حكى عن بيع لكن ما حكى في شراء. لو في شراء كانت الإشارة حتكون بالسالب، فبنطرحها من الـ net cash provided by operating activities، عشان كده كان هذا حيكون صفر. الحاجة الثانية في حساب الفري كاش فلوز انه انا بخصم بالاضافة للكابيتال اكسبنديتشرز بخصم حاجة اسمها الكاش ديفيدنس. اعتقد هذه اعطانا اياها، الشارة لازم بتاعتها تكون بالسالب، اعطانا اياها في السؤال. فقال لي في عندي هنا 20,000 ديفيدنس ديكليرد ان بيد اللي هم هذولا. مجموع هذولا طبعا مع اخذ الاشاره بالحسبان، فكانه الفري كاش فلوز تبعتنا هي 16,325، وبهيك بيكون الجزء تبعنا الثاني خلص. شكرا.